رح نبدأ مع بعض نشوف المرحلة العكسية، نشوف المكملات بحالة الطرح. نتعرف على المرحلة العكسية. أنا إذا عندي 12 مطلوب مني اطرح 9، أنا ما في عندي 9 لأطرحها من عمود الآحاد، بنقص 10 بضيف مكمل 9 1. طيب أنا عندي 12 بدي اطرح 8، كمان ما عندي 8 بالآحاد، نزل 10 من العشرات بضيف مكمل 8 2.